cobblestones, long tail bats. These from Salah. Speaker. Because I will take one up. I'm hungry. Back to my dear sister. ولا يفوتوا أشجع الجميع طبعاً يجي يزور الكهف هذا ولا يفوتوا المناظر الموجودة هنا والأشياء الطبيعية طبيعية البحتة بدون تدخل البشر. طبعا تعيش داخل كهف ثلاث حيوانات نادرة اللي هي الخفاش طول الذنب اللي يعيش في عمان وايران وافغانستان وعنكبوت الهوت الصياد. طبعا اكتشف لاول مرة في كهف الهوت تسميه بعنكبوت الهوت الصياد. اخر واحدة الاسماك العمية وطبعا تعيش في بحيرات الكهف. أنا أعتقد أن جدا ممتع ومثير أن تأتي العائلات مع أطفالها لزيارة هذا الكهف لأنه يعطيك بإحساس بأنك أنت في مكان سوريالي، في مكان مميز جيولوجيا، مكان في نوع من الغموض وكأنك داخل مدينة من خارج كوكب الأرض. من الأشياء اللي كذلك ممتعة في زيارة هذا الكهف هي المعرفة الجيولوجية التي يحصل عليها الزائر حول تأثير المياه على الصخور وحفرها وكيف إن في بعض المناطق بسبب وجود الحديد يتخذ الحجر اللون البني الغامق بينما في أماكن أخرى يتخذ اللون الفاتح. It has 8 legs and 8 eyes.